العدل أساس الملك، والعدالة نصف الدين، والله عادل ويحب العادلين. هؤلاء الأعراب والبربر في إفريقية والقيروان أكثر من الشغب علينا والثورات. الأمر واضح يا أمير المؤمنين، لأنهم على مذهب غير مذهبنا، والتنافس بين المذهبين شديد. عليك أن تنتدب قضاة من مذهب الأكفرية. أنتم حكامنا ونحن رعاياكم، فاتقوا الله فينا تنالوا المحبة والرضا. ومن محبتي إليك ورضاي عنك اخترتك قاضيا لتحكم بين الناس بما أمر الله. ماذا تريدين؟ سيدي رعاك الله وحياك، أرسلتني مولاتي سلاف ترجوك أن تطلق سراح المرأة التي سجنتها، فقد نالت عقابها يا سيدي. لن أكون جسرا للرذائل والموبقات. سلاف جارية السلطان والمحبوبة لديه. تقصدين ابن أبي منظور؟ لا، نظر الله له بعين الرحمة، يسب جاريتي ويلحقني بها. سني يتحكم في أسياده، هذه من علامات قيام الساعة. يا سلاف، هذا الرجل استخدمناه لنرضي به أبناء ملتي وليرضوا عنا. حتى ولو تطاول على جارية أمير المؤمنين لا أرضى بغير تأديبه. ما هو مذهب الدولة العبيدية التي حكمت البلاد التونسية لأكثر من 70 عاما؟ الإجابة الصحيحة المذهب الشيعي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاش في عهد السلطان الحفصي أحمد أبي العباس أحمد في القرن الثامن للهجرة، ودرس في بداية شبابه بجامع عقبة في القيروان، ثم ارتحل لحاضرة تونس فانتسب لجامع الزيتونة وتتلمذ على الشيخ الغبريني والفقيه التوزاني، وسرعان ما ظهرت عليه علامات النجابة والنبوغ فنسب إلى العلماء وهو ما زال شاباً. ومنذ بداية حياته تولى قضاء القيروان من قبل السلطان الحفصي أحمد أبي العباس، فامتدحت سيرته واشتهر ببساطة العيش إلى جانب اشتهاره بالنزاهة والعدل. يا أبا عبد الله، لدينا ضيف على العشاء ونقص في الدقيق. هل استلفت من أحد جاراتك؟ أيعقل؟ بيت القاضي يستلف الدقيق؟ وما العيب مدام القاضي يتولى توخي العدل من أجل الأجر عند الله ويرفض المقابل المادي؟ ولكن العمل في القضاء شغلك عن عملك الذي نعيش منه. لأجل خدمة الناس وإرساء العدالة علينا أن نضحي. اذهبي لدار جارنا أبي مصعب واستلفي ما ينقصنا. حسنا. ومن طرائف ذلك العصر في القرن الثامن للهجرة أن الفقهاء يجتمعون مع القاضي لينظروا في مدى صلاحية الذهب والفضة ويعطوا الإذن للصاغة بختمه وترويجه. السلام على سيدنا القاضي والفقيهين الكريمين. مرحبا بكما، تفضل بالجلوس. نحن صائغان. أعرفكما، أنتما من أعيان أهل البلاد. وهل نجهل كبار الساغة بالقيروان؟ صاغتك سليمة، لا داعي لتجربتها. وهذه لا تقل عنها جودة. صاغتك مغشوشة يا أبا هند. سيد القاضي، أنا صائغي، لي تجربة ومؤتمن، وأحظى بثقة الناس. صاغتي سليمة وأنا الضامن، حاشا وكل أن أحتال أو أغش. إذا كنت مصرا سنرسلك لأمين السوق. رافقه لأمين السوق. كانت قضية الصائغ أبي هند المعروضة على القاضي أبي عبد الله الفاسي بمثابة المعركة النبيلة التي وجب عليه أن يخوضها ضد مظاهر الفساد والمحسوبية في عصره. فإذا ما وصلك كتابي هذا أستحلفك بالله أن تشهد بالحق، فأنا سأصدر أحكامي على ضوء معاينتك وتعييرك للمصاغ.
فكن أمينا على ما اؤتمنت عليه. اطمئن يا أبا عبد الله الفاسي، سأكون أمينا على ما اؤتمنت عليه. لكن الصائغ أبا هند يا سيدي ابن عمك، وهو يأمل أن تشهد لفائدته مراعاة لسلة القرابة بينكما حتى ينقذ نفسه من عقاب القاضي. أصغي إلي يا بني، لا تبدي رأيك إلا حين آذن لك. عذرا يا سيدي، فأنا مجرد صبيك الذي يتعلم منك. إذن فاعلم يا صبي الذي يتعلم مني أن القرابة التي تجمعني بأبي هند الصائغ ليست إلا قرابة في الدم والنسب فحسب، في حين أن القرابة التي تجمعني بالقاضي أبي عبد الله الفاسي هي قرابة في العدل والحق. فاحفظ عني هذا البيت الشعري عن سلفنا الصالح: متى ما تقد بالباطل الحق يأبه، وإن تقد بالحق الرواسية تنقدي. فهمتني؟ فاحفظ هذا إذن يا بني. أمرك يا سيدي. ولك أن تعلم أيضا أنه كما تتعلم أنت مني أسرار صنعة الصياغة وتعيير الذهب وصقله وسبكه ونقشه، أتعلم أنا من القاضي الجليل أبي عبد الله الفاسي أسرار الحق، وأتذوق لذة الجهر به وحلاوة إظهاره ونصرته. فهمتني؟ فهمتك يا سيدي. السلام على أمين السوق. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا سلمى. اجلس تفضل. مرحبا. ما أن استدعيتني حتى عجلت بالحضور إليك، ومعي كل ما اشتريته من أبي هند لتجهيز ابنتي سلمى. ولكن يا أبا سلمى، لماذا لم تمر بي في طريق عودتك من السوق؟ قال لي أبو هند إن أمين السوق ابن عمي ولا حاجة لتعيير الذهب عنده، فمضيت في حال سبيلي، خصوصا أنا أعرف صلة القرابة بينكما. لقد غشك أبو هند يا أبا سلمى. غشني؟ أجل، فذهبه مزيف وفضته حديد مطلي. يا ويلي، لقد أنفقت في هذه الصاغة كل مدخراتي مذ وعيت على حياتي. ماذا سأقول لابنتي سلمى؟ ماذا سأقول لأم سلمى؟ يا ويلي. عليك بالقاضي أبي عبد الله الفاسي قبل فوات الأوان، قبل أن تتفطن لك أم سلمى يا أبا سلمى، وبسرعة. سأرفع أمري للقاضي. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا المصوغ مخشوش يا صفوان. مخشوش؟ أجل، وكيف ذلك؟ تبا لك يا أبا هند، سأعرف كيف أخذ حقي منك. اجلس اجلس يا رجل وهدأ، ولا تنسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الغضب. صلى الله عليه وسلم، أليس هو القائل: لا تغضب ولك الجنة؟ صدق رسول الله، أستغفر الله. من رأيي يا صفوان أن ترفع أمره للقاضي أبي عبد الله الفاسي، فهو كفيل وحده بأن يسترد لك حقك منه. هذا الرجل لا تأخذه في الحق لومة لائم. الآن وقد تبين زيف الصاغة، سنحجزها ونعتبر الخطأ هفوة من صائغي مشهور، لذلك سنعفيك من الجلد وسوف تسجن 15 يوما ويغلق محلك. سيدي، إن سمعتي في الميزان. ثقة الناس في القضاء أهم من سمعتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحكيمي تاجر الزيت جاءني شاكيا، فلما أمرته بالتريث
عمل يده على وجهي، انظر. تقول أمرته بالتريث فصفعك، غريب، ولكن اجلس حتى نبعث في طلب الحكيمين. أنا الوالي ولا تصدقني؟ حسنا، سأرسل بالمظلمة إلى السلطان. السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام. ما الخطب يا حكيمي؟ يا سيدي، جئت بقافلة للزيت فاختلط أحد جمالي بأهل البلد وتوجه إلى أحد الأبواب، ولما ذهبت لأخذه أبى صاحب الدار وقالوا لي إنه أحد حرس الوالي، فذهبت للوالي لأشتكيه فلم يسمع مني يا سيدي، فلاطفته يا سيدي لكنه لطمني على وجهي، وها أنا قد أتيت بالشهود. فليدخل الشهود. ولما حقق في القضية تبين له أن تاجر الزيت مظلوم، فبعث بالشكوى إلى السلطان أحمد وشرح له ظلم الوالي. ووصل كتاب من السلطان بعزل الوالي وتكبيله وإرساله إلى الحاضرة. وظل هذا القاضي في مركزه إلى أن وافاه الأجل سنة 77 و700 للهجرة. إذا دخلت الهدية من باب القاضي خرجت العدالة من الشباك.